قدوس آمين. أشكرك يا رب وباركك وشمك لأجل قيامتك من بين الأموات كاسرا شوكة الموت وغالبا الهاوية. ادينا يا رب قوة قيامتك وفرحنا يا رب بقيامتك. خلينا نعيش قيامتك كل أيام حياتنا يا رب، ومعنا وناصرنا ومخلصنا. نسبح ونمجد ونبارك ونشكرك من أجل خاطر أمنا العذراء القديسة الطاهرة البتول وقرودنا ماري مرقس الإنجيل الطاهر الشهيد. اسمع يا رب واستجيب لنا بالبركة، بارك على كل فرد وبالفرح اشمل الكل، لأن لي كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين. نكمل سفر أرميا إصحاح 14. زي ما اتفقنا إن سفر أرميا عبارة عن رسائل مختلفة ربنا كان بيبعتها في أوقات مختلفة للشعب بواسطة أرميا. فبيقول كلمة الرب التي صارت إلى أرميا من جهة القحط، برضك رسالة جديدة ربنا بعتها بعد ما كانت أورشليم محاصرة، وبسبب هذا الحصار صارت في مجاعة عظيمة جدا داخل أسوار أورشليم. يقول ناحت يهوذا وأبوابها ذبلت حزنت إلى الأرض وصعد عويل أورشليم. نفس الجعانة بسبب الحصار والضيقة. بيوصف الحالة جوه مدينة أورشليم، أشرافهم أرسلوا أصاغرهم للماء، أتوا إلى الأجباب فلم يجدوا ماء. يعني الناس الأغنياء بعتوا الناس اللي بيشتغلوا عندهم يروحوا للينابيع والأجباب الجب، يعني الحفرة اللي فيها مية، فراحوا ورجعوا مش لاقيين ماء. والماء هنا مش بس ماء اللي بيدي الحياة للإنسان، لكن الماء أيضا إشارة للروح القدس، والماء أيضا إشارة إلى كلمة الله. ملقوش ورجعوا بأنياتهم فارغة، خذوا وخجلوا وغطوا رؤوسهم من أجل أن الأرض قد تشققت لأنه لم يكن مطر على الأرض. خذي الفلاحون غطوا رؤوسهم. كان ربنا سابق وقال لهم عن موضوع إن مش هيبقى فيه مطر ومفيش مية من سفر التثنية، حذرهم إن لو الشعب ضل وبعد عن ربنا ونسوا ربنا، ربنا هيمنع المطر من السماء. وبرضك ده كان حصل في أيام إيليا وأخاب الملك، علشان حتى إن الناس تتنبه للغلط اللي هي عايشاه. فبيقول حتى أن الآية أيضا في الحقل ولدت وتركت لأنه لم يكن كلام. الآية الغدايل دي تعتني بأولادها سابتها لأن ما فيش حشيش. الفرة اللي الثعالب وقفت على الهضاب تستنشق الريح مثل بنات آوى. ما يعني مش لاقيين لا أكل ولا شرب فعايشين على الهوى. كلت عيونها لأنه ليس عشب. ولما وصلوا للحالة الصعبة ده هي ابتدى أرميا يصلي صلاة شفاعية من أجل شعب الله، ومن أروع الصلوات اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي يقدر كل إنسان فينا يصلي بيها في وقت الضيق وفي وقت الشدة. فأرميا واقف يكلم ربنا كده ويقول له وان تكن آثامنا تشهد علينا.
أنا عارف يا رب إن إحنا غلطانين وخطايانا بتشهد علينا، إحنا ما عندناش عذر في كل اللي عملناه، وإن تكن آثامنا تشهد علينا يا رب اعمل لأجل اسمك، اعمل حاجة مش من أجل استحقاقنا، لأن إحنا الخطايا بتاعتنا ركبانة فوق راسنا، لكن اعمل من أجل اسمك اللي دعي علينا، مش عشان خاطرنا لكن عشان خاطر اسمك اللي دعي على هذا الشعب. اعمل حاجة يا رب لأجل اسمك، لأن معاصينا كثرت، احنا خطايانا كتيرة، إليك أخطأنا وخطايانا كلها كانت موجهة لشخصك، لكن انت يا رب هتظل يا رجاء إسرائيل، هتظل الرجاء بتاعنا، احنا نحط رجاءنا فيك انت وحدك، يا رجاء اسرائيل مخلصه في زمان الضيق. وقت الضيق ملناش رجاء في غيرك يا رب، وابتدى يعاتب ربنا بعتاب الوجه المكشوف، يقول له لماذا تكون كغريب في الارض؟ انت ليه يا رب اعمل نفسك زي واحد غريب مش مهتم باللي بيحصل، وكمسافر يميل ليبيت، وزي واحد مسافر كل اللي عايزه من المكان حتى يبات فيها، وتاني يوم سايب المكان ده يخرب بيولع يحصل فيه اللي يحصل. فبيعاتب ربنا بيقول له انت ليه ساكت وما بتعملش حاجة وسايبنا كده، انت غريب يعني في الارض او مسافر يميل ليبيت، لماذا تكون كانسان قد تحير؟ ليه تبقى عامل زي انسان مش عارف يعمل ايه من الحيره بتاعته، وكجبار لا يستطيع ان يخلص، وانت جبار ومش قادر تخلص، مش قادر تعمل حاجه. من أجمل الصلوات اللي صلاها أرميا وصلاة الوجه المكشوف كده، الإنسان بيعاتب ربنا أنت ساكت كده وعامل إنك مش من هنا، يعني مش واخد بالك، مش مهتم باللي إحنا فيه، وأنت في وسطنا يا رب وقد دعينا باسمك، لكن لا، أنت عايش في وسطنا وإحنا بندعي باسمك واسمك دعي علينا، لا تتركنا، ما تسيبناش. وقف يشفع تلك الصلاة الشفعية، يقول له إحنا غلطانين والغلط ركبنا من رأسنا لرجلينا، وإحنا وحشين وخطايانا كتيرة وعظمت، لكن اعمل حاجة من أجل اسمك، أنت الرجاء بتاعنا، فما تقعدش كده ساكت وتعمل نفسك مش واخد بالك أو مش مهتم، اعمل حاجة ما تسيبناش. فربنا رد عليه، هكذا قال الرب لهذا الشعب، هكذا أحبوا أن يقولوا، لم يمنعوا أرجلهم فالرب لم يقبلهم، الآن يذكر إثمهم ويعاقب خطاياهم، لأنهم تحولوا عن ربنا وقعدوا يلفوا بعيد عن ربنا، فربنا جه زمن الدينونة بتاعتهم وهيعاقبهم على خطاياهم، وكأن بيقول الأرملة ما تصليش علشان ده زمن الدينونة بتاعته. وقال الرب لي لا تصلي لأجل هذا الشعب للخير، ما تطلبش، مش هسمع لك يا أرميا، ما تطلبش خير وخلاص لهذا الشعب، حين يصومون لا أسمع صراخهم، وحين يصعدون محرقة وتقدمة لا أقبلهم.
صحيح بيمارسوا ممارسات، لكن ربنا مش ملتفت للممارسات دهية، لأن الممارسات من صوم ومن صلاة ومن تقديم عطايا مش مبنية على حياة توبة، مش مبنية على رغبة قلبية في إنهم يعيشوا مع ربنا. عشان كده الشكليات اللي احنا بنلجأ بيها من صوم، من صلاة، من خدمة، من عطايا، وإحنا مش تايبين ربنا لا ينظر إليها مطلقا. فالرب لم يقبلهم. الآن يذكر إثمهم ويعاقب خطاياهم. قال الرب لي: لا تصلي لأجل هذا الشعب للخير، حين يصومون لا أسمع صراخهم، وحين يصعدون محرقة وتقدمة لا أقبلهم، بل بالسيف والجوع والوباء أنا أفنيهم. دول الثلاث حاجات اللي ربنا استخدمهم في دينونة شعب إسرائيل: السيف والجوع والوباء، والثلاثة مرتبطين بالخطية اللي اختارها الشعب، لأن الخطية هي اللي بتؤدي لصراعات وخناقات، الخطية هي حالة من الجوع، والخطية هي مرض يتفشى بسرعة زي الوباء. فرد أرميا كده على ربنا: فقلت آه أيها السيد الرب، وذا الأنبياء يقولون لهم لا ترون سيفا ولا يكون لكم جوع بل سلاما ثابتا أعطيكم في هذا الموضع. قال له المشكلة في الأنبياء الكذبة اللي بيجاروا الناس وبيحاولوا يطمنوهم ويقولوا لهم كلام كويس، لا ما فيش سيف وما فيش جوع وما فيش وباء وفي سلام، لأن ربنا مش هيسيب البلد بتاعته اللي هي أورشليم اللي فيها الهيكل للخراب. والكلام ده كلام من عندهم، كلام تشجيع مزيف. فقال الرب لي: بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي، وأنا لم أرسل ولا أمرتهم ولا كلمتهم برؤية كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبؤون لكم. ربنا قال له: أنا ما بعتش الأنبياء دول، ده من وحي أفكارهم ومن وحي قلوبهم. عشان كده مشكلة الإنسان اللي بيحاول يقول لك ده تشجيع، وإن إحنا يعني نرفع من الروح المعنوية من غير ما يكون لي أساس على علاقة حقيقية بربنا. ناس تحب الناس اللي تكلمها بكلام حلو وتطمنها وتشجعها، لكن مش على أساس سليم. لذلك هكذا قال الرب عن الأنبياء الذين يتنبؤون باسمي وأنا لم أرسلهم. في خطورة بقى للناس اللي بتحاول تزوق الكلام من غير ما تواجه الناس بحقيقتها. هم يقولون لا يكون سيف ولا جوع في هذه الأرض، فبالسيف والجوع يفنى أولئك الأنبياء. الأنبياء دول نفسهم هم يكونوا أول ناس يتعاقبوا بالسيف والجوع. والشعب الذي يتنبؤون له يكون مطروحاً في شوارع أورشليم من جرى الجوع والسيف، وليس من يدفنهم هم ونساءهم وبنوهم وبناتهم، أسكب عليهم شرهم. عدو الخير كان بيحاول يعطل توبة الشعب بأنه يديهم طمأنينة زائفة، وأيضا مازال الشيطان بيحاول يطمن العالم بسلام زائف. لكن أرميا هو الوحيد اللي كان بيقول الكلمة الحقيقية، كلمة ربنا بالحق. وتقول لهم هذه الكلمة:
لتذرف عيناي دموعا ليلا ونهارا ولا تكف، لأن العذراء بنت شعبي سحقت سحقا عظيما بضربة موجعة جدا. قال لهم الشعب ده محتاج حد يعيط عليه، وما زال الله ينظر لهذا الشعب بأنه عذراء بالرغم أنه شعب ذاني وبعد عن ربنا. إذا خرجت إلى الحق فإذا القتلى بالسيف، وإذا دخلت المدينة، الحق دي الأرض المفتوحة، وإذا دخلت المدينة دي اللي ليها أسوار فإذا المرضى بالجوع، لأن النبي والكاهن كليهما يطوفان في الأرض ولا يعرفان شيئا. مفروض الكاهن والنبي دول أقرب ناس إلى الله، لكن للأسف حتى الكاهن والنبي ضلوا وبعدوا من أجل المكسب ومن أجل مجاراة الأمور، ما بيعرفوش شيء. لكن أرميا في رجاء شديد جدا، مازال بيعافر مع ربنا. ربنا بيقول له ما تصليش، مش هسمع، ده زمن الدينونة. لكن أرميا ده كان شفيع رائع جدا، يقول لربنا في عدد 19: هل رفضت يهوذا رفضا؟ معقول هانت عليك يهوذا لدرجة إنك خلاص رفضتها؟ بيقاوح مع ربنا: لا يا رب، مش ممكن، يهوذا دي أنت بتحبها، مش ممكن تكون رافضها لهذه الدرجة. عايز يحنن قلب ربنا على مملكة يهوذا. هل رفضت يهوذا رفضا أو كرهت نفسك صهيون؟ من الصهيون دي اللي انت حببتها وقلت أحب الرب أبواب صهيون أفضل من جميع مساكن إسرائيل. معقولة انت يا رب تكره؟ ده انت طبيعتك المحبة. واقف يعافر مع ربنا عشان يلين قلب ربنا على المدينة. هل رفضت يهوذا رفضا أو كرهت نفسك صهيون؟ لماذا ضربتنا ولا شفاء لنا؟ ليه ضربتنا ومفيش شفاء؟ نعرف انك بتضرب علشان تشفي، عشان تؤدب فتشفي، لكن ليه احنا ملناش شفاء؟ ولا شفاء لنا، انتظرنا السلام فلم يكن خير، وزمان الشفاء فإذ رعب. عشان كده لما بنندح العذراء في السلام لك يا مريم، نقول علم حزقيال وقوة إيليا، ونيجي عند أرميا ونقول شفاء أرميا. ليه بقى شفاء أرميا؟ لأن العذراء جابت المسيح اللي كان الشفاء الحقيقي لأرميا اللي بيقول مش لاقي شفاء. لماذا ضربتنا ولا شفاء لنا؟ انتظرنا السلام فلم يكن خير، وزمان الشفاء فإذا رعب. قد عرفنا رب شر اثم آبائنا. احنا عارفين الغلط اللي آبائنا واحنا كملنا، لأننا قد أخطأنا إليه. آبائنا أثموا وإحنا كملنا الخطايا، إحنا غلطانين يا رب في حقك. لكن أنا لسه لي رجاء يا رب، وبشفع في الشعب اللي أنت قلت لي ما تشفعش فيه. لا ترفض لأجل اسمك، ما ترفضش من أجل اسمك اللي دعي على هذا الشعب. لا تهن كرسي مجدك. أورشليم دي كرسي الملك العظيم، مدينة الملك العظيم عرشه. أذكر، افتكر يا رب، حن الرق. لا تنقض عهدك، أنت اديتنا عهد
صحيح احنا نقضناه، لكن انت لا تنقض عهدك معنا. اذا كنا احنا غير امناء، لكن انت تبقى امين الى الابد. هل يوجد في اباطيل الامم من يمطر؟ احنا نختلف عن بقيه الامم، عن بقيه الشعوب، لان الهتها ما بتديش مطر، لكن انت تمطر، انت تدي. ادينا ميه، ادينا حياه، ادينا روحك يحيينا. او هل تعطي السماوات وابلا؟ سما ممكن تنزل مطر زي الوابل، زي الحنفيه، انت تقدر تدي كده. اما انت هو الرب، مش انت الرب القادر على كل شيء، إيل شداي القدير؟ اما انت هو الرب الهنا فنرجوك. هيفضل رجائنا فيك وبصين ناحيتك بالرغم من وحشتنا، لانك انت صنعت كل هذه. انت اللي تقدر تعمل كل ده. انت زي ما بتأدبنا وبتضربنا بالوباء والسيف وبالجوع، انت تقدر تنزل علينا مطر روحك القدوس اللي غيرنا واللي يتوبنا. وبالرغم من ان ربنا قال له ما تصليش، لكن أرميا قدم صلاة رائعة جدا فيها رجاء وفيها شفاعة وتحمل. وياريت الصلوات دي تتحفظ من أرميا 14 من عدد 7 لحد نهاية عدد 9 ومن عدد 19 لحد نهاية الإصحاح. قطعتين الصلاة دول من أروع قطع الصلاة اللي ممكن نستخدمها في اجتماعات الصلاة بتاعتنا، واللي ممكن نترجى فيها الرب ونصلي ربنا كده بوجه مكشوف، لما تبقى محوطانة ضيقة أو شدة أو تجربة أو تأديب. صلوات رائعة للتوبة، فيها رجاء وفيها تحنين قلب ربنا علينا بالرغم من وحشتنا. نكتفي بكده. لو حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة تحت أمركم. اجعلنا رب مستحقين إن احنا نقول لك بكل الشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي علينا يا رب ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.